تقاربت آراء ووجهات النظر الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي على تكليف السيد مصطفى الكاظمي على تشكيل الحكومة المقبلة، مع انتظار انعقاد جلسة الثقة التي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر. فنرى فيه ونتأمل أنه يستطيع السيطرة على المشاكل العالقة بين إقليم كردستان بصفة خاصة ومع الحكومة الاتحادية، هذا من جانب. ومن جانب آخر نرى فيه سمات الإيجابية بأن يستطيع التوافق بين التوجهات السياسية المتعددة التي موجودة داخل الساحة السياسية العراقية. أنا أعتقد الحديث عن الإجماع بشكل عام على أي شخص صعب جدا، لكن هناك نوع من التوافق الرأي أو الأغلبية على منحه الثقة لتشكيل الحكومة. في العراق لحد الساعات الأخيرة يمكن أن تكون هنالك مفاجآت، وكذلك هنالك تفاهم داخل الكتل الشيعية، وفي نفس الوقت هنالك تفاهم لدى القوى الكردية والقوى السنية أيضا، ولكن لحد الآن لم تكن هنالك مفاوضات حقيقية لتشكيل الحكومة. نحن ننتظر هذه المفاوضات. طبعا إذا لم يكن هنالك إجماع هنالك أغلبية ساحقة لحد هذه اللحظة حول منح الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي، وهذا شيء متوقع لأن تكليفه جاء باتفاق معظم القوى السياسية والكتل، ونحن نرى من السيد مصطفى الكاظمي أن يكون مغايرا مختلفا لما هو في السابق، فأن يقوم بعدة خطوات مهمة. نحن مع هذه الحكومات الجاية نحتاج مهمتين أساسيتين، وهي محاربة الفساد وبناء الاقتصاد والمجتمع. وهنا إشارة بأن أغلبية الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي لديها رؤية توافقية مشتركة على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وتمريرها، وخصوصا أن العراق اليوم بحاجة ماسة إلى حكومة إنقاذ لتمرير وتفعيل أكثر القطاعات المتوقفة بسبب الصراعات السياسية. عدنا جفضات التغيير السليمانية.